وطبعا نرجع على الاستوديو من بعد هالجولة ومنكون بمحطتنا التالية مع أينو عامر وضيفته لليوم. صباح الخير. تحكي معي؟ نسبتك. مع انه وعدتك من هذيك المرة ما بدي احكي معك. رح اقول صباح الخير لضيفتك بس اليوم. انا بدي اقول صباح الخير كمان. صباح الخير. صباح الخير غادة. كيفك اليوم؟ منيح وانت؟ الحمد لله. صباح الخير للمشاهدين. اليوم حلقتنا هيك من الحلقات يلي دائما انا بكون محمس لها وبصير في حفل الهام، لانه بتكون مجرد ما تتعاطي مع الفكره بيعطيك شعور هيك دفء وحب وطمانينه انه عن جد عنا امكانيه انه نعمل ابداع وعم نعمل ابداع. وألارا ضيفتنا اليوم هي كانت عم تطلع معنا بحلقات سابقه بس اليوم سبيسيال كثير، مش يعني مش سبيسيال، يمكن نحن ما بعرف انا، لانه يعني هي نحن بنسميها البيبي تبع الاندستري، لانه هي يمكن اصغر وحده بين كل اللي عم يشتغلوا، بس قد ما انا محمس وقد ما عم تقدر تعمل شيء ببين يعني فعلها كثير كبير. ايه اكزاكتلي. ف ونحن مستقبلهم بالعائله، يعني ما ننسى كمان اختها كمان مبدعه، فالعائله يعني لارا واختها عم يعملوا اشياء كثير حلوه. واليوم لارا جاي تخبرنا عن شيء كثير حلو عم يشتغلوا عليه واشتغلوا عليه وتم الاطلاق عنه، اللي هو اول فيرتشوال رياليتي جيم صناعه لبنانيه. برافو. والفكره انه مش بس معمول للبنان، يعني لما أكيد. لما هن عم يشتغلوا عالميا، وهلا حنتعرف اكيد مع لارا على الموضوع. فبنرجع بنقول لها صباح الخير. صباح الخير وثانك يو لانك جيتي. اهلا وسهلا ب فيكي الشخص الصغير بالاندستري يلي عم يعمل نتائج كبيره واللي عم يبرم بالعالم، عم يمثل لبنان. كنت باليوكي وكنت ورحت على امريكا. نعم، جيم كوكس. اكيد، بس انت يو ريبريزنتينج جيم كوكس، يو ريبريزنتينج لبنانيز كومباني. اليوم امونج يعني بين الالعاب كلها يلي تم اطلاق اخر فتره على الموبايل جيمز واللي كانوا عم تنافسوا فيها انتم بالعالم، عم تطلقوا اول فيرتشوال رياليتي جيم. وهيدي كمان عم اقول اول، لانه ما في بعد اول شيء عندكم كشركه، واول شيء كمان بالجيم اندستري بلبنان. مزبوط. فخبرينا شوي كيف قررتوا انه تفوتوا بالكونسبت اوف ديفلوبينج اي فيرتشوال رياليتي جيم. هلا لقلنا دائما فيرتشوال رياليتي وقت عم تحكوا عن موبايل، عن جيمينج ان جنرال، اهم شيء انه تحسس اللاعب انه جزء من هاللعبه. بس هلا بالكم سنه اللي قطعت التكنولوجي وصلت التكنولوجي انه هلا مش بس انت جزء من اللعبه وعم تحس حالك مندمج مع اللعبه، انت جوات اللعبه. سو هون عم تحكي عن هول اذر بلاينج فيلد وير تقدر تخلي اللاعبين يحسوا انه هن جوات هاللعبه. سو نحن قبل ما تطلع، اول ما بلش يحكوا على الاخبار انه اوكيوليس اشتريت من فيسبوك، سامسونج رح يعملوا الهيدسيت يلي هلا هو سامسونج جير في 2، بلشنا نحن نعمل ابحاث كيف اذا النهار اجى، مش اذا، وقت النهار يجي انه نفوت بهالاندستري ونخلق في ار جيم، كيف بدنا نبلش وكيف بدنا نشتغل. وهالنهار اجى وقتها كنا بالجي دي سي كونفرنس بمارش، لاست مارش 2016، كنا بسان فرانسيسكو. نحن كل سنه بنحضر الايفنتس الجيم ديفلوبر كونفرنسز اراوند ذا وورلد. رحنا على سان فرانسيسكو، شفنا انه كان في كثير ديفلوبرز بلشوا يطوروا العاب للفيرتشوال رياليتي وبلشوا يجربوا يشوفوا. فنحن هون قلنا this is it، حال الوقت نبلش. فمش انه ناطرنا تنرجع على لبنان، نحن بالطياره بلشنا نرسم سكتشز على نابكنز ونبلش نطلع بالفكره يلي هي توداي طلعت اسمها هوفر. هوفر اتس اي ثيرد بيرسون رانر جيم على ريسينج جيم على اوكيوليس ستور. قبل ما نحكي عن الجيم اتسلف، نعم، بي جيم كوكس تطوير لعبة عادية للموبايل. نعم. بغض النظر عن الأفكار، يعني بعرف أنه ألعابكم كلها في إلى أفكار حلوة، يعني في إلى ستوريز وفي إلى باك ستوريز، في إلى كونسبت، في إلى كتير قصص، في منهم مسج، في بيطلع منهم عبرة. بس قبل ما أحكي عم بحكي عن تطوير، عن الشغل التقني. نعم. عن الجرافيكس، عن الكودينج، عن كل هالقصص هدول. قديش بتفرق أنه تعاملي VR من الكونفنشنال موبايل جيم؟ هلأ في كتير قصص بدك تاخد بعين اعتبار، لأنه أنت هلأ مش بس الشخص عم بيطلع
على سكرين وعم بيلعب اللعبه هو جوات اللعبه. سو في كثير قصص ان ترمز اوف جرافيكس لازم ناخذها بعين الاعتبار، مش بس ان ترمز اوف ذا كواليتي اوف ذا جرافيكس، السايزنج اكسترا. هلا ان ترمز اوف الديفلوبمنت، هلا نحن بلشنا موبل جيمنج وانتقلنا على الفيرتشوال رياليتي وورلد، انتقلنا على الموبل فيرتشوال رياليتي ويتش از بتكون الناتشرال بروجريشن تبعيتنا من موبل لموبل في ار. وهلا عم نستعمل نفس الانجن يلي عم نستعمله قبل يلي هو يونيتي انجن، عم نستعمله كمان تنخلق الـ VR. سو أكيد في قصص كتير جديدة بس بعد عم نشتغل بنفس التكنولوجيا. بس كمان moving forward بعد هاللعبة يلي هي hover يلي هي mobile نحنا بدنا to explore other platforms. فيها تكون mobile، فيها تكون HTC, Oculus, etc. خلينا قبل ما نحكي عن الجيم خلينا نشوف التريلر تبع الجيم نرجع نحكي عنه. يلا The meaning of freedom in our world has taken its toll on humanity. Order is enforced, and the truth is kept hidden. They took over your world by infesting Earth's atmosphere with a mind control gas, rendering the people helpless. In the face of danger, you are competing with sleepless hackers to decipher the enemy's control tool they call the SERV and deliver it to the highest bidder. Your work is being watched. Your location has been detected and they are on their way. Deliver the batch codes at all costs and trust no one. Time is not on your side. ايه سو اللعب على الاسم كمان يعني في ار مع هوفر مع هوفر. ف شفنا التريلر يلي هو قريب لفيلم سينما اذا بدك. فهلا صار فينا نحكي شوي هيك المشاهدين بيقدروا يفهموا اللعبه اكثر، صار فينا نحكي شوي عن الكونسبت تبع اللعبه، كيف طلعتوا بالفكره وشو لازم يعمل الشخص، شو الجيم بلاي، يعني شو الجيم بلاي تبع اليوزر ليقدر يستوعبها للعبه. هلا لعبة الهوفر مثل ما كنت عم تحكي على الاسم، هوفر هو هي لعبة عن هاكرز رايدنج اون ا هوفر بورد جوينج ثرو ذا وورلد اللي خلقناها جوات اللعبة. شايفة في اللعبة على الاسم. ايه اكزاكتلي هوفر اند في ار. سو اللعبة شوي عندك هاكرز، فور هاكرز، في كنترول تول took over the world عم بي controlling the mind of the world، وعندك هالفور هاكرز they hacked الكنترول تول يلي اسمه the serve و they're running competing against each other to deliver the intel to the highest bidder. يعني عم بي the racing تا يسبقوا بعض. هلا في اللاعب يلي هو بياخد فيه ينقي شخصيه من هالشخصيات الاربعه جوات اللعبه وعم يتسابق مع الشخصيات الثانيه. هلا الشخصيات الثانيه مش ملتي بلاير، هي اكشلي عباره عن اي اي سيستم خلقناه خصيصا بيساعد اليوزر اللي هو عم يلعب. هلا بيساعد اليوزر باي ناحيه تيحس انه في كومبيتيشن جوات اللعبه، يعني حتى انت ما يزهق من انه يكون لحاله. اكزاكتلي سو اي اي سيستم خلقناه لهاللعبه وين عندك الرانكينج سيستم، يا انت اول واحد، ثاني واحد، ثالث واحد او رابع واحد. سو الاي اي سيستم معمول عن جيم كوكس. نعم. بقلب اللعبه. نعم. السيناريو مين كتبه؟ مثل ما كنت عم بقول لك وقتها كنا بالسياره راجعين من جي بي سي. سو كمان السيناريو مكتوب بجيم كوكس. مزبوط. نحن عن جد كجيم كوكس بنفتخر لانه جيمرز ات هارت، بنفتخر انه كل شيء بنعمله ان كان الميوزك ان كان الجرافيكس ان كان الجيم بلاي، كل شيء بنعمله فروم اي تو زي جوات جيم كوكس. هيدي الشغله بتخلينا نحس انه ان كنترول اوف ذا فاينل برودكت. سو فينا ساعتها نقول انه اطلقنا لعبه 100% جيم كوكس.
اكشن. انا بعتقد هيك سيناريو اصلا المفروض يصير موفي بالنسبه لي انا قصص ام فان اوف قصص الهاكر ولا سو ايه يو نيفر نو. يعني هلا الجيم از اون، الجيم از اون، تم اطلاقه. الجيم واز لانشد اون وينزداي، وينزداي اكتوبر 5 على الاوكيولوس ستور. سو مين ما كان عنده سامسونج جير، فيها تكون سامسونج جير في 1 في 2، هيدي الفي 2 الفي 1، بفوتوا على الاوكيولوس ستور وبينزلوا اللعبه. واكشلي ات واز فيتشرد اندر جاست ريليس، سو العالم اللي بيروحوا على الاوكيولوس ستور بيقدروا سكرول داون على جاست ريليس ويشوفوا. بس لنسهلها شوي على المشاهدين، نعم. الجيم ما بيقدروا يلاقوها مثل جيم مثل العاب الباقي لجيم كوكس على البلاي ستور، لا بده يلاقوها على الاوكيولوس ستور اللي هو خصوصي للفي ار جيمز. فما يتعذبوا يفتشوا عليها بالبلاي ستور. رح يلاقوا الالعاب الثانيه كلها تعيب جيم كوكس، بس ما رح يلاقوا هوفر. للي بده يلعب هوفر هو اوريدي عنده الفي ار ست الاوكيولوس من السامسونج جير، السامسونج الجير، الجير في ار الاوكيولوس ست، بيقدر ينزل الاوكيولوس ستور وينزل الجيم منه، بيعمل سيرش على هوفر وبتطلع عنده وبيعملها داونلود وبيفوت باللعبه. مزبوط. هلا اللعبه من كم ليفل موجوده؟ اذا فيك تعطي اكثر، اذا بدك هيك شرح للفيور انه شو رح ياخذ من يعني شو رح وشو هي الاكسبيرينس، لا شو هي الاكسبيرينس من اول داونلود رح يعمله؟ هلا من اول داونلود، اول ما يفوت رح يطلع له تريلر يلي هلا شفناه. اوكي. وبعد ما يحضر التريلر بفوت عنده التريلر، حيشوفه كمان في ار. ايه هلا الفي ار رح تكون كانه هو بسينما سكرين، بسينما روم، ورح يطلع قدامه. وكمان اول ما يفوت رح يكون في اوضه رح تفرجيه الكاركتر يلي هو الهاكر عم بيشتغل تايبينج اواي تو هاك. وبعدين مش رح اقول اكثر من هيك حتى العالم exactly. يكتشف بس exactly. رح يكتشف اوضه ورح يكون في المنت شوية هالاوضه. وبعدها رح ينقي اول شيء الشخصيه اللي بده ياخذها جوات اللعبه، وثاني شيء بده ينقي الليفل. هلا في ليفل واحد، هيدي اول جيم نحن مطلعينها كونسبت على اوكيولوس ستور، في اول ليفل جاذرينج فيدباك، بس اوريدي عم نشتغل على ليفل 2 3 4 يلي من هون للشهر بيكون لايف على الاوكيولوس ستور. في نقطه كثير مهمه لانه نحن عم نحكي عن جيم وعم نحكي عنها هون من لبنان، بس هي بس محصوره بالسوق اللبناني؟ لا ابدا، هي لعبه انطلقت على الاوكيولوس ستور انترناشونالي، يعني وين ما كنت بالعالم فيك تنزل هاللعبه. يعني ما حتى ما ضروري يكون في لبنانيه عم يلعبوها. اكيد اكيد، بس انا اكيد بنحب انه اللبنانيه شفناها بجيم كوكس قبل انه في ايه لا أكيد. يعني في بلاد وصل العاب لجيم كوكس فيها نمبر 1، بلاد اجنبيه غريبه كانت. هلا هوفر بس حط بارنتيز، هوفر نحن قبل ما نطلقها كنا دائما نفتش على فيدباك، عملناها سبمشن على جوجل بلاي اند جيم فيستيفال ما ولا اكسبكتيشن. Actually out of 250 لعبة هوفر كانت واحدة من 30 لعبة تنقيت تروح تعمل اكزيبيشن بالجوجل بلاي اند جيم فيستيفال بسان فرانسيسكو، وصلنا اكشلي فاينالست بهالكومبيتيشن. سو هيدي بعدنا عم نحكي انه بعد ما تم اطلاق للعبة بعد عم تعمل سو هيدي حمستنا انه معناتها عندنا برودكت ذاتس ريلي جود، وتحمستنا زياده انه ليتس لانش ات. ولا مره ما كان عندكم برودكت منه ريلي جود، او مش انا اللي عم بقول، الارقام اللي هي بتقول، ولا مره كان في برودكت مش ناجح من اللي اطلقتوه. والعابكم بعد لهلا، يعني انا بالنسبه لي على الايباد في العاب بعد لهلا قديمه كثير موجوده. ران فور بيس، في لعبه في بيردي نم نم، بيردي نم نم كمان يعني بعضهم موجودين وبعدني بلعبهم. ف بعتقد انه بتلعبهم انت وابنك او لحالك؟ بيردي نم نم بيردي على فكره، بس لنكون لاحكي عن جد صراحه، اذا ماني غلطان غدا راين كان عمره سنتين وشوي لما كان يلعب بيردي نم نم، ما عنده مشكله كان بس فقس الدجاج، فقس اوس عصافير واوس البيض اللي بينزل من العصافير، يعني من لهذا. فلا الجيمز كل الاعمار بيلعبوا وكثير حلوين، وارشيف حلو يضل موجود حتى لو ما عدنا نلعبهم كثير، بس من وقت للتاني فيك ترجع تلعبيهم. والفكره دائما حلوه انه لبنيز ميد. برافو. شو المسج اللي بدك تقوليها للمشاهدين؟ شو بدك اياهم هلا بسرعه يروح يعمل داونلود للجيم؟ هيروح يعمل اللي ما عنده جير في ار بسرعه يروح يشتري جير في ار. يعمل داونلود لانه عن جد الاكسبيرينس تبع في ار ما في مثلها، وتحس حالك انه عم تعمل ريسينج جيم، لانه ريسينج ما في كثير ريسينج جيمز، لانه الديفلوبرز ذي شاي اواي من ريسينج جيم لانه بتعمل ناجا. نحن اخذناها كتشالنج وطبقناها جوه اللعبه، وي جوت اوفر ذات بروبلم، اتس اميزينج، وي جوت جود فيدباك، اند نحن ناطرين فيدباك منكم. هلا
هلا سامسونج حينبسطوا منكم لانه رح تبيعوا لهم في ار سيتس مشان العالم تجرب الجيم. فجود لك لجيم كوكس, جود لك لكم. اي نو انه يو غانا سكسيد برا ويو غانا دو اميزنج ستاف. جود لك لكل التيم اللي عم يشتغل بجيم كوكس. بعقده اكيد اي اجري والعالم بتعقد. اهلا وسهلا فيكم. ميرسي. بدنا نجربها بس ما فينا يعني هلا نحكم على الموضوع. غادة والمشاهدين بليز. حاضر. هلا انت حتجربيها. هلا بجربها. هلا لارا رح تعمل لك ديمو. المشاهدين ما بيقدروا يجربوها لانه اتس في ار سيت, ما فينا نفرجيهم اياها, بس بنقول لهم دو ات جربوها. اهلا وسهلا فيك كمان. ميرسي لك عامر. ميرسي. السبت الجاي رح ناخذ بريك ونرجع نتابع, فخليكم معنا.